تشتري على الأرض وتشتري في مصر عشان تقعد مع الهادي. إياك أنا عبيط ولا ما عرفاش كريمة؟ نيتها سودة، بتعمل روحها ست البيت، بتؤمر وتنهي زي ما هي عايزة. عايزاك لما تقابل عبد الحكيم أخوك تحط عينك في عينه كده. الحاجة الوحيدة اللي عملتها غلط إني اتجوزت وسكنت بيت العيلة، البيت الكبير. جيتني لا كلمت في فلوس ولا في مراس. أنا طلبت يدك وبنتك اللي مشيت برضك هقتلها. يعني ممكن يتجوزني؟ طول ما عبد الله عايش جانب عبد الحكيم هيحل. الحضوري يا خلاص كفاية. البيت الكبير ابتداء من 10 فبراير السابعة مساء. أي حد هيجرب ولا يكسر هيبة البيت الكبير على النهار.